السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة المرأة. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم عندنا فيديو على الطبيعة وشجيرات يقول لكم عن الدين في بعض هذا هو الغرس. نشوف واش غادي نغرس في ديك الأريدة اللي قلت لكم في الحد الغربية. دابا نشارككم معايا المراحل كاملة اللي غادي نعمل تمايا. جينا لهاد المطاح في القصر الكبير كبير هاد الغرس. شي مزيان عندو هنا رائع. كيكبرو الغرس هاد الطريقة اللي كيعملو. هاد الشجرة كيفاش كبرت. كاين الشميشة لي كيبان شي مزيان. دابا هدا عملنا مع هادي غنشريو من عندو. هو عيهز يوصلو من تل تما وهو اللي غادي يغرس. كنا شرينا شويش من السوق د الحد بحال لي وريتكم. هذا جينا لو القصر الكبير. القصر الكبير عندهم مجهود جريت عندهم هنايا. هم كل اللي كنا ساكنين هنايا اللي كيزرعوا هادشي. هادا عندهم الطبيعة وعندهم خضورة. طوال كاين شي منهم طوال. شو سمعين واصلين مين اللي بغى يغرس الزيتون. انتو مختلف غرس للألمح. هذا الورد. هذا الوريدات كيخرج الورد حمار. شو كيغرسو هاد هادي هيدا عيل العواد. من بعد كينوضو لهم شجر كبير. شو هادا وقيلا ليمون. شو ها هي ليمون ومغرس. ها هي الطعمة نوريها. ها هي
مناظر رائعة 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 بزاف، عجبتني أنا. شو هادي قداش هي؟ باقا باقي ما تغرستش في الأرض، باقا في شو دايمون قداش. والله يعني هو طاعم وهو هو نسينا نشوف باقي شو الليمونة قداش. خير الخير خير الله سبحانه وتعالى عنده كل خير. شركتي فينا ماشي لي انا كنصور لكم غير من الجوانب. دايمين هنايا تينا كتشوف كلشي طاعم، كلشي خير خير دالله خير. البير هذا واقيلا عندو بني كيسقيو. شوف هادي ديك لي قلتلكم خصني نعمل في الجريدة ديالي، مضلينا نبدلها طويلة. بهادو جينا نشتو من عندهم لي غادي نعمل في ديك الأرض لي قلتلكم شريت في الحد الغربية. دابا نشارككم معايا المراحل كاملة. وهادو يابسين ولكن غرسوهم باش يكبروا، يكبروا شجار كبار. هادو هما شي شيرات اللي شريت، هادي اللتينة ها هي طعمة فيها اللتين، هادي كيوي، هادي تفاحة، كرموس بحال البياض، مندالينا، هادي شنو؟ مندالينا مندالينا. فين هي ديك هادي المانجا؟ المونغ. المونغ هي لا ها هي هادي هي هادي و بقى حتى اللوز. اللوز من زمان هو هي هادي اللوز والقرقع احنا قلنا حتى القرقع. هي هذيك قبل عريس دابا راه خرجنا درنا هكا وحنا نبورو من اللي هي وقلت لها يلاه ملي وصلت قلت لها شي حاجه اخرى. ندي تقريبا جميع الفواكه، التفاح والمندرينا واللتين والخوخ والشهديه والكرموس الكحل والبياض والداليا العنب على ثلاثه الانواع، كيوي مانكا كاكي كلشي. ننزل المنزل ديالي ننزل ناس كرامي وزا كنعرضو علينا قالك ضروري وخد تشربو معنا عيئاتي والله العظيم متصورش كلش كرام. يا وديت
المناظر عندهم. سكن الأرض علينا، الله يجزيهم بخير. دي هي الطرد من الناس اللي ضيفونا واللي شينا من عندهم النبات. هادي اللي عندها اجت، شو هادي الغرسة ديال هاد الناس هادو غرسين دي غرسين سيرني الزلاق. سنين نحاول شوف 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 شنو عندهم هنا خير راسو ربي ديال الليمون. عندهم شحال من قطرعي ديال الليمون. كي جينا نشيو من عندهم عرضوا علينا ضيفونا وطلعونا للدار ديالهم هي اللي وريتكم. ودابا قالوا لنا جيو تديو الليمون واجد. شوفوا على خير شوفوا شو الليمون شنو عامله تبارك الله. كبر لكم شويش هذه هي وحده. شنو فيها؟ قال هاد الغرسه هادي ما كملاش شي عام ونص كانت بهاد الحجم وبهاد الكبر وبهاد عام ونص باش غرس هاد الخير هذا فيها وصدق له. خير الله خير 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 من عند الله الكريم. شفت اسكت نقط شفني كنقطع راسكم هنا كتشوفوني كنقطع. شوف تبارك الله خير الله ربي يدنا كنقطع. بدات قلنا ديو الزوره باش ترقدوه. خير سبحان الله العظيم. ومشات هيدا مشات.